كل سنة وحضراتكم طيبين. بكرة طبعا عيد الربيع، شم النسيم اللي دايما ليه طقوس كده خاصة، سواء لما بنجمع بعض كلنا كعيلة ونقعد نلون كده على، يمكن بنرسم رسومات أو يمكن على البيض، في أكل كتير كمان مرتبط بشم النسيم زي الفسيخ والرنجة والملوحة اللي لازم نقعد على سفرة شم النسيم في اليوم ده ونقعد كلنا ناكل الأكلة دي، كمان في الخروجات والفسح اللي بيتميز بيها عيد الربيع. خلونا نشوف خطة بقى التأمين الطبي اللي عملتها وزارة الصحة خلال احتفال المصريين بعيد ربيع شم النسيم. المصريين بكرة الاثنين هيحتفلوا بعيد شم النسيم، وأجهزة الدولة كلها بتستعد للاحتفال ده، لأنه شم النسيم السنة دي جه بعد انتهاء شهر رمضان. علشان كده وزارة الصحة عملت خطة التأمين الطبي لاحتفالات المصريين، وتم توجيه كافة القطاعات والهيئات ومديريات الشؤون الطبية برفع درجة الاستعداد والجاهزية لتقديم الخدمة الطبية بصورة آمنة وعاجلة. محاور الخطة الوقائية بتتمثل في التأكد من توافر مصل البوتيوليزم الخاص بحالات التسمم الغذائي وتوفير الطعوم الكبدية، ده غير إن الوزارة حريصة على توافر مخزون آمن من الأمصال والطعوم بالغرف الوقائية وعلى مستوى مديريات الشؤون الصحية والإدارات الصحية بالمحافظات. كمان الوزارة وفرت الخدمات الوقائية بمنافذ الحجر الصحي في الموانئ البرية والبحرية والجوية للمسافرين والقادمين من الخارج، ده غير استقبال عينات من الأغذية والمياه والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. كمان الخطة شملت رفع درجة الاستعداد بغرفة الطوارئ الوقائية بالوزارة وكافة المديريات ومتابعة البلاغات الواردة على مدار الـ 24 ساعة، ده غير سرعة التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة بصورة عاجلة. الوزارة كمان نسقت مع المستشفيات العامة والمركزية ومراكز السموم للتعامل المبكر مع أي حالات اشتباه بالتسمم الغذائي أو النزلات المعوية والإبلاغ الفوري عنها، وأيضاً تشكيل فرق الدعم السريع على مستوى المحافظات، وكمان لسرعة إعداد التقارير لمتابعة سير عمل خطة التأمين الطبي. الخطة الإسعافية شملت تواجد سيارات الإسعاف بأماكن الزحام والتجمعات طوال الـ 24 ساعة، مع التأكد من الحالة الفنية لجميع السيارات وصلاحيتها للعمل وصلاحية جميع الأجهزة الطبية وتوافر كافة المستلزمات الطبية.